اعتذر طبعا عن اللايف اللي فات، قطع بتاع كل حاجة معانا يعني. فإن شاء الله هندردش مع بعض شوية بخصوص آخر حالة اللي هي الانتيرير سنترال انسايزر، سنجل انسايزر. طيب ليه دايما السنجل انسايزر بتبقى من الحالات الصعبة قوي يعني، مش الناس بتحبها، بيفضل دايما ان هو يعمل فينيرز للتو سنترالز او even veneering for the entire tooth. طيب الحالة بتبقى بطبيعتها صعبة يعني، الحالة بالحال الطبيعي بتاع السنة انك تمامك السنترال انسايزر. السنترال انسايزر هو مراية، المراية دي صعبة جدا انك تقلدها يعني، العين بتلقطها، اي غلطة بتبان. بناء عليه الناس ما بتفضلش دايما سنجل سنترال انسايزر علشان بيظهر العيب بصراحة يعني. أنا في الأول لما كنت بعمله كنت بحس إن أنا عامل حاجة غلط، أنا السنة دي زرقاء أو السنة دي مش نفس الفورم، مش نفس الأناتومي، أنا عيني لقط حاجة غلط. طبعا بالتعود وبالتدريب وتروح تتعلم غلطاتك وتسأل ناس وتحضر كورس أو حاجة بتبدأ تختلف شوية يعني. أنا مثلا عندي مشكلة في الفورم، أنا عندي مشكلة في الشيت سيلكشن، أنا عندي مشكلة في الأناتومي، عندي مشكلة في الفينشنج، عندي مشكلة في البولشنج. يا ريت بس لو حد شايف معانا الكومنتس يبعت لي، عشان انا مش عارف الصوت واضح او لا. تمام، فدايما بتبقى في مشكله في حالات السنجل سنترال انسايزر، مش ناس كتير بتفضلها يعني. انا بشوف معامل قليله قوي اللي ممكن تعمل الموضوع ده، مش ناس كتير بتفضل في المعامل ان هي برضو تعمل السنجل سنترال انسايزر. طب ما تعمل التاني، طب ما ناخد التاني يا دكتور عشان الشكل. دايما المعامل بتقول الحته دي، نادر اول لما تلاقي معمل مثلا يقول لك ماشي صور لي صوره ويا ريت فيديو مثلا ويبقى واضح وهنعمله. علشان كده لما تيجي تعمل سنجل سنترال انسايزر لازم يبقى عندك شويه حاجات اساسيه. اولا صور، لازم يبقى عندك صور، لازم تبقى مصور الحاله وشايف كويس ايه. والله انا عندي الفورم مثلا اوفل، عندي تراي انجلر، عندي رومبويدل، عندي ريكتانجلر، عندي ايا كان الشكل اللي هيطلع. فالشكل اللي انا عايزه قدامي ده عايز امامكه في السنترال انسايزر اللي جنبه بالظبط، كانه مرايه، كانك شايف السنترال انسايزر في مرايه. فده رقم واحد. رقم اتنين شيد، مش الشيد، الكالر، اللون نفسه. احنا العين ما بتلقطش فاليو لوحدها وما بتلقطش كروما لوحدها وما بتلقطش هيو لوحده، لا العين بتلقط كله مع بعضه. عشان دايما الناس بتفصل، اصل العين بتشوف الفاليو اوضح من الكروما، اصلك ممكن ان الكروما تعدي بس الفاليو ما يعديش. لا هو الكومبلكس كله على بعضه، لازم حضرتك تبقى مراعي انك عندك كروما وفاليو. طبعا الهيو كده كده ثابت معانا، نادر قوي لما تغير الهيو، لكن الكروما والفاليو دول ما فيهمش لعب كتير. لازم تبقى عندك فرايتي كتير من الكومبوزيت انك تقدر تختار الشيد بالظبط. بس بتواجهنا ساعات مشاكل تانية، ساعات تلاقي بيشنت مثلا في خطوط بيضاء في العرض. طب انا هختار على اساس ايه؟ طب هو انا هميمك الوايت لاينز دي ولا مش هعملها ميمكينج؟ لو انا هقلد الوايت لاينز دي فحضرتك بتختار الشيد من غيرها، يا ريت بتستخدم حاجه اسمها بولارايزد ايز او بولارايزد لينس. بولارايزد لينس دي انها بتعزل لك كل ريفليكشن، مفيش لايت، انت شايف اللون الحقيقي بتاع السنه. لكن انك تختار اللون على اساس اصل فيها لون ابيض، هتيجي تعمل ميمكنج للسنتر انسايزر ده هتلاقي الشكل بتاعه مش عاجبك، لون فاتح قوي، فاقع، مزرق. طيب اعمل على اللون الغامق برضه هتلاقيها مثلا طلعت معاك خضره شويه. فانت لازم لما تختار بتختار على الريل كلر، بتختار دنتين شيد وانامل شيد. الانامل شيد بتختاره من الانسايزر بورشن، يا ريت ما يبقاش فيه ريفليكشن عالي. لو في ريفليكشن يبقى اللي على الشيد جايد هو هو نفس اللي على الانامل. طيب يا ريت ما يبقاش حاصل دي هايدريشن، يعني السنه ما تتعرضش للهواء كده البق مفتوح اكتر من 30 ثانيه. كل 30 ثانيه حضرتك هتقف تخلي البيشنت يتمرمض ويقعد مثلا 10 دقائق ربع ساعه وبعدين تقدر تكمل تاني. ده في الانامل، يعني الانامل بينشف في خلال من 15 ل 30 ثانيه. طب الدنتين صعب شويه بس لون الانامل بيأثر فيه، خد بالك. حضرتك هتختار لون الانامل الاول، ده رقم واحد. تاني حاجة تبدأ تختار لون الدنتين، حضرتك هتجيب الشيد جايد وتحطه عند السيرفايكال بورشن وتختار. لو حضرتك محتار في لونين في الدنتين حضرتك هتختار دايما الأغمق، يعني لنقل مثلا شايف A2 A3 في الدنتين، لا اختار الأغمق، اختار الـ A3. والإنامل هيعمل له كوريكشن لما تحط الاثنين على بعض، يعني مثلا هوريك الشيد جايد بتاع انسبايرال.
بسم الله. ده شيت جايد بتاع انسباير، معانا دنتين وانامل. دايما انا بختار الدنتين ده، الجزء ده من عند السيرفايكل. لنفترض ان انا اخترت ده مثلا اللي هو البي اي 4 على سبيل المثال. طيب والله انا عايز اشوف الانامل المناسب لي. مثلا انا بختار الانامل من عند الانسايزر بورشن، انا اخترت في الثلاثه دول. تمام؟ مش عارف كده واضحين او لا. فبمنتهى البساطه انا ليه بحب انسبايرو؟ عشان الموضوع ده، هو بيسهل عليا الاختيار كتير. انا بعمل كده، بركب الاثنين مع بعض. خلاص انا ظهر عندي الشيت ده. طيب لا مش مناسب، نختار اللي بعده كده. مش مناسب برضه، هنختار اللي بعده. كده. اه والله اللون ده مناسب، ده نفس لون سنان الحالة. خد بالك انت ما بتختارش والشيت جايد ناشف، لازم تحط جليسرين هنا في المكان ده، في الفراغ ده. لو حد اخد باله الشيت جايد ده من هنا متفرغ، لكن من هنا عادي شكل السنة طبيعي. حضرتك في المكان ده بتحط جليسرين، لان السنة ما فيهاش هوا في النص، فيها جليسرين عشان الريفلكشن ما يبوظش العين. حضرتك بتعمل كده، تروح حاطط جليسرين في النص، بيبان اللون الحقيقي. طيب يبقى دي قصه الشيد جايد باختصار شديد جدا جدا. طيب انا ما عنديش الشيد جايد ده، مش بستخدم انسبايرو، وانا مش معايا فلوس، او الحاله مش هتدفع، او ايا كان، مفيش مشكله. حضرتك تقدر تعمل شبه نفس الشيد جايد ده عندك في العياده. تحط تكنس من الدنتين من ملي ملي ونص، سيرفايكال ملي ونص، وبيفضل فيد لحد الانسايزر مثلا بيوصل نص ملي، بس ما بتكملش لحد السنك، ما بتكملش لحد الانسايزر من فوق، من لحد الانسايزر ايدج. لا حضرتك بتكمل بس لحد الجزء اللي قبل الانسايزر ايدج بواحد ملي. طيب لو حضرتك يعني مش عايز تهدر كومبوزيت، او مثلا ما عندكش فرايتيز كتير من الكومبوزيت، بتجيب حاجه اسمها بوتون. البوتون ده حضرتك بتحطه بس على السنه بالطول كده، يعني في المكان ده بتحطه بالطول كده عشان تعرف تختار الشيت. بس ده باختصار شديد. طيب ندخل على الخطوه اللي بعد كده، الا وهي ازاي اقدر احدد البيفل بتاعي. اولا البيفل بتاعك لازم يبقى على الاقل قد الجزء اللي مفقود. يعني ايه؟ لو انا عندي مفقود 1 مللي، فحضرتك تعمل بيفل 1 مللي. عندي 2 مللي، تعمل بيفل 2 مللي. طب عندك بيفل اكتر، عندك قصدي فراكشر اكتر من كده، حضرتك ممكن تكمل بالبيفل بتاعك لحد السيرفايكال بورشن. طيب ده بناء على ايه؟ بناء على السيستم بتاع الكومبوزيت. حضرتك لو بتشتغل مونوكروماتيك طبعا هتعمل بيفل لحد الاخر خالص، لحد الجينجيفا. طبيعي. ليه؟ لانك اللون بتاعك انت بتشتغل بحاجه اسمها بودي شيد. البودي شيد 50% ترانسلوسنت، 50% اوبيك، يعني هو في النص كده، مش اوبيك صريح ومش ترانسلوسنت صحيح. على عكس الدنتين شيد مثلا هتلاقيه اوبيك بنسبه 80%، او الانامل شيد هتلاقيه ترانسلوسنت بنسبه 60 ل 70%. فحضرتك البادي شيت لازم تراعي الموضوع ده، هتشتغل بمونوكروماتيك ابروتش، مونو شيد ابروتش. حضرتك هتعمل بيفل للاخر. طيب حضرتك هتعمل ميميكينج للانامل والدنتين، دي قصه ثانيه. انت بتاخد البيفل بس حوالي 2 ل 4 مللي ماكسيموم بتاعك، من مينيموم 2 لماكسيموم 4. الثيكنس بتاعك يبقى كافي انك تحط نص مللي من الدنتين شيت، وبعدين فوقيه انامل شيت، نص مللي لحد تلت البيفل. احنا هنشرح الكلام ده ان شاء الله، ان شاء الله هيبقى معانا شرح بالعين كده على سكيماتيك ابروتش في الكورس. بس من هنا لحد ما نعملها، وان شاء الله هحاول ننزلها في بوست، لازم تبقى عارف ان البيفل بتاعك من نصه لتلته بيتغطوا بدنتين، والباقي انامل عشان تهايدي ديماركيشن لاين. تمام. كمان حاجه، حضرتك لما تيجي تعمل فينش وبولشنج لازم تستخدم سيستماتيك ابروتش. اول حاجه تشوف الثيكنس، دي 6 ستيبس فينشنج اند بولشنج. شوف الثيكنس بتاعك قد ايه، هو الثيكنس ده مثلا زياده شويه، الباتل شيل اخبارها ايه كده كده. بتاخد بالك من الثيكنس في كل لاير حضرتك بتحطها، بس بتاخد بالك بس مش اكتر. الباتل شيل دي هل الثيكنس بتاعها عالي؟ حدان زرقاء على طول، لازم تعدلها. طب الثيكنس بتاعها مناسب؟ ماشي. الدنتين شيد الثيكنس بتاعها مناسب ولا كبير؟ لو الثيكنس كبير اخلي لك السنه لونها كروماتيك احمر شويه. طب والله لو انت ظبطت الثيكنس خلاص، خش على اللي بعده، خش على الانامل شيد. الانامل شيد بتاعك ما يزيدش الثيكنس بتاعه من نص ل 1 مللي ماكسيموم، حسب السن، حسب البيشنت، حسب الكونديشن بتاعت التوز، حسب الوير اللي ممكن يبقى حاصل فيها، حسب الايروجن، حسب حاجات كتير جدا. حضرتك لازم تحلل الموضوع ده من قبل ما تبدا اصلا. انت بتحلل البيشنت ده وبتشوفه بعينك كده من قبل ما تبدا، تبقى عارف انت رايح فين. بس المينيموم بتاعنا من نص ل 1 مللي، من مينيمم لماكسيمم.
في احيانا ممكن توصل ل 3 من 10 مللي، ما عندناش مشكله في الموضوع ده حسب الثيكنس بتاع الانامل شيد اللي موجود في الناتشرال. طيب ايه تاني؟ لما تخلص خالص ما تجيش اول حاجه تعملها تجيب البير وتبقى عاوز ترسم الاناتومي، غلط غلط، هبوظ الدنيا منك. اول حاجه تعملها تشوف الاوفر اول ثيكنس بتاع التوث، لازم السنجل سنتر انسايزر ده يبقى شبه اللي جنبه بالظبط، الثيكنس بتاعه شبهه بالظبط عشان تعرف تمامك الشيد والشيب، لان الحاجات دي بتفرق في الريفليكشن، الريفلكتيف اندكس بتاع السنه بيختلف كتير طبعا للثيكنس. طبعا دي حاجه ليها علاقه بالفيزيكال بروبرتيز بتاعت الماتيريال نفسها وبتاعت الانامل وبتاعت الدنتين، ولكن حضرتك بتحاول تمامك ده في الثيكنس ذات نفسه، لان بيحصل ريفليكشن من السنه من قدام غير الكلر اللي بينزل اصلا على التانج وعلى الاورال كافيتي من جوه ويبدا اللايت ده يتعكس تاني، ما هو بيبان. ما انت لازم تراعي الموضوع ده، كل جزء في السنه مهم جدا، كل خطوه بتعملها لازم تراعيها كويس. خلصنا الثيكنس بوكل ولينجوال، لازم الاثنين يتراعوا. ندخل على اللي بعده، بنشوف الميزيو ديستال دايمنشن. الميزيو ديستال دايمنشن بتاعنا مهم جدا، لان يعني ممكن يبين لك السن عريضه او يبين لك رفيعه. طيب لو السنه بنت عريضه بس ده العرض المناسب بتاع اللي جنبها، يعني انت لو قست بالكاليبر من فوق كده هتلاقي الاثنين قد بعض، هتبقى المشكله اللي جايه منين؟ من اللاين انجلز. انت لازم تظبط الثيكنس نفسه مناسب للي جنبها، او within variety من نص الواحد مللي بلس اور ماينس، بس within range within limits في حالات الكراودنج، في حالات المال الاينمنت، الحاجات دي مهمه جدا، يبقى انت بتراعي الموضوع ده. طيب ما عنديش وعندي السنه طبيعيه جدا واليمين زي الشمال، لا يبقى لازم حجم اليمين زي حجم الشمال بالظبط، ما فيهمش اختلاف، معاك بلس اور ماينس نص مللي ده ممكن تلعب فيه، لكن اكتر من كده حدان. الخطوه الثالثه اللاين انجلز، لازم تظبط اللاين انجلز اليمين قد الشمال، هتحركها شويه لبره حبان السن عريضه، هتحركها شويه لجوه حبان السن رفيعه. طيب الافريج بتاعنا بتبقى منين من البوردر بتاعت السنه بالظبط؟ اللاين انجل بيبقى على بعد 1 مللي من البوردر، لازم تاخد بالك برضو انت بترسمه بقلم رصاص، لما تيجي تفنشه بتفنشه بديسك مش ببير مش بستريب، بديسك، ويا ريت لو ديسك رفيع وصغير عشان تقدر توصل للمكان ده بمنتهى السهوله. هتفنش الجزء ده ومش هترجع له تاني، احنا مش هنلمس الجزء بتاع اللاين انجلز ده تاني، احنا هنعمل له ايفالويشن دلوقتي حالا، بعد كده مش هترجع له، انتهى. طيب ندخل على اللي بعد كده، الانكلينيشن والبروكلينيشن بتاعت السيرفيس بتاعت السنه. عندك البوكل سيرفيس هو دايما المشكله، اللي اللينجوال موضوع بسيط جدا، طب منتهى البساطه بتقدر تعمل له ميمكن بفليم ببير شيدر اي حاجه تبقى نفس الشكل ده. طيب لو انت عاوز تعمل ميمكنج بقى للبوكل، عندك 3 بلينز من الانسايدر تو ميدل ثيرد، ده بيبقى انكلايند لينجوال كده لتحت. طيب الميدل ثيرد ده بيبقى اولموست فلات، ماشي مع اللونج اكسس بتاع السنه، مش فلات على الارض، مش فلات عمودي على الارض، لا الفلات ده معناه ان هو ماشي مع اللونج اكسس بتاع السنه. طيب السيرفايكال ثيرد ده بيبقى سلايتلي ريتروكلايند، يعني في انكلينيشن خفيف كده ناحيه الجنجيف سلايت، مش كبير، مش السنه بكرش او في بابل كبير تحت، لا لازم تراعي الموضوع ده. وبعد كده تدخل على خطوات الاناتومي بقى، المايكرو ستراكشر، عندي لوب هنا، عندي جروف، عندي بريكايمات عايز اعمل لها ميمكنج اللي هي الخطوط اللي بالعرض دي. طيب خلصنا، لازم كل السمير لاير اللي على الوش شيلها، هات فرشه تلميع عاديه ومعجون تلميع عادي اللي هو بتاع السكيلنج، واعمل بولشنج، شيل كل حاجه من على السنه ونشف وتفرغ. ممكن تلاقي اير بابلز، خد بالك من الاير بابلز دي، محتاج انك تصلحها، ويا ريت من الاول تبقى مسخن الكومبوزيت ومستخدم في الانامل شيد موديلنج ريزن عشان تطري الكومبوزيت وتعمله باكنج بشكل حلو قوي وتطلع اي اير بابلز فيه. وطبعا كل ما كان نوع الكومبوزيت احسن، كل ما لقيت الموضوع ده مش موجود، زي ما قلنا انا بحب انسباير وبستخدم اينا وبستخدم سبكترا وبستخدم زيت فيلم، بستخدم كل انواع الكومبوزيت اللي ممكن تستخدمها، بس انا بفضل انسباير مثلا ما فيهوش الموضوع ده، هو ترو نانو فيلد الشيد بتاعه رهيب، شوفه برضو جميل جدا بستخدمه ما بلاقيش فيه المشكله دي، سبكترا نفس الكلام، فالحاجات دي حضرتك بتراعيها. انا شويه بلاقي في الانامل اير بابلز بس هو حلو، يعني هو حلو لحد حابب يبدا، فانا كويس جدا. طيب خطوات البولشنج سهله جدا، انت بتشيل الرفنس باي سيليكون سيستم انت بتستخدمه، استخدمت ايف، استخدمت دايكوم، استخدمت اللي عايز تستخدمه براحتك، ايا كان الرابر اللي هتستخدمه، ثم هتبدا تستخدم بعد كده برش حاجه قطن اللي هي الفيلت ويل،
مش الجوت هير، الجوت هير برضو بري بولشر، انها بس بتشيل الرفنس، بس اللي بتلمع قوي ويطلع لك الجلوس هو الفيلت ويل اللي هي القطن، فرشه بتلف وبتعمل قطن. بس ده اللي كنت حابب اتكلم فيه بخصوص الحاله اللي فاتت اوفر اول، يعني بخصوص الحاله تحديدا دي جايد لاينز نقدر نستخدمها كلنا في العياده بشكل عام. الكمبوزر احنا محتاجين بلبو تك يتسخن فعلا، انت عندك حق ده يدموني والله. محدش هيقول كلام دكتور احمد هيدموني بجد، الراجل ده بيستخدم خالص سيراميك سيلر يا جماعه. حبيبي يا باشا. لو حد عنده اسئله انا معاكم مفيش مشكله، معانا 5 دقايق كمان. حد عنده اسئله تاني بخصوص الاثاتيك، بخصوص الحاله الاخيره دي؟ ماشي. ليه الحاله الاخيره؟ ده كان سؤال جالي، ليه ما عملتش السنترال انسايزر دي بنفس الطول دي؟ بعد ما عملتها بنفس الطول لو رجعنا الصور هنلاقي ان الاوكلوجن بتاع الحاله عاد يعني مش مظبوط، هي مش مظبوطه مش مرتاحه، فاضطرينا ان احنا نعدله بس مش اكتر. يعني ده اوكلوجن جايدد، الحاله اصلا محتاجه اورثو، يعني في سلايد كراودنج كده لو اخدنا بالنا، واسنان طالعه واسنان نازله وفي سبيسز، فهي حابه الميديان دايستمر بتاعتها دي ومش عايزه تعمل اورثو، فبس اضطرينا ان احنا نعمل على الوضع ده. انا بعمل ليرنج، هل في رينج للثيكنس اوف كومبوزيت لاير؟ طبعا كل لاير ليها ثيكنس، الانامل من نص لواحد ملي فكر او لينجوال، ومعاك الجزء الميديال ده كله بيتملي بالدنتين شيد، والسبيشال كاركترايزيشن لو حضرتك هتحط ستينز او حاجه بتتحط برضه فوق الدنتين شيد قبل ما تحط الانامل، ما تحطش حاجه بعد الانامل، بعد الانامل انت بوظت الدنيا خالص. هل في مثلا احيانا سبيشال كونسيدريشنز ممكن ناخد بالنا منها؟ طبعا احيانا بيبقى في سنه اللون بتاع الدنتين بتاعها مش واضح، يعني لون الدنتين انت مش فاهم هو غامق ولا فاتح، تحطه غامق تلاقيه باين قوي، تحطه فاتح تلاقيه باين قوي، فبعد ما بنحط دنتين شيد بيبقى لون الكروماتيك اكتر، بنبدا نحط بادي شيد قبل الانامل شيد عشان بس يداري الجزء بتاع البيبل، بس ده في سيستمز معينه، يعني انا ما قلتوش مثلا كتير، برضه زي ما قلنا انا مش بعمل دعايه والله الانسباير، انا بستخدمه، انا دافع ثمنه ودافع ثمن كل حاجه فيه، استاذ محمود يعني كتر الف خيره، بس فعلا السيستم حلو، السيستم يستاهل، انا بحط دنتين وانامل وسبيشال كاركترايزيشن، بس احيانا بحط ترانسلوسنت دي ايه ليها الكونسيدريشنز مختلفه، بحط الازور مثلا في الهالو في الترانسلوسنسي، بحط الاوبيك في الهالو، بحط الوايت ستينز دي في الوايت لاينز بتبقى موجوده في السنه اللي هي الكروز ستينز. اعتقد كده السؤال اتجاوب ولا في حاجه ثاني؟ طيب احنا كده ان شاء الله تمام النهارده، هسيب اللايف، يعني عذرا انا شكلي ما نمتش انا عارف، بس يعني مش مشكله، عارف الناس تاخد عني فكره ان انا عصبي، انا فعلا عصبي بس بره عن الشغل يعني. بهزر، لا انا في العادي مش كده يعني، ما حدش ياخد عني الفكره دي. تمام خلاص ان شاء الله نتقابل. تمام يا دكتور اسلام، ان شاء الله نتقابل في لايف تاني ونحاول نكمل مناقشتنا عادي، ولو في اي حد عنده اسئله ممكن تبعتها لي وانا ان شاء الله ارد عليها. كل سنه وانت طيب.